معكم؟ لا، أولا حسني، وثانيا فهد، وثالثا الغرب وإسرائيل. هذول ترى اللي جوعوكم، مو بوش الرجل أجنبي هو جوعكم، لكن تسلسل مو الأول. شي يجيبوا بوش إلى أرض مكة وأرض الرسول؟ شي يجيبوا لو مو أكو من يفتح له الباب؟ أكو حد يشرع يدوس أرض الرسول وأرض مكة لو مو واحد يفتح له الأبواب؟ اللي جابهم فهد، واللي مهد لهذا المجيء بمعلومات مزورة واستخدم ثقل مصر المعنوي لهذه الفعل الإجرامية هو حسن. وسهل والمهمة لبوش أن يجي هو صهيونية يرتكبون جريمتهم ضد شعب العراق.